الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث قيل لهم في ختام مجلسهم: قوموا مغفورا لكم بدلت سيئاتكم حسنات. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: قال: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة بما يدل على ما بوب عليه رحمه الله تعالى. وهذا الباب شبيه بالبابين اللذين أخذناهما من قبل، ولذلك تتشابه الأدلة في معناها مع الحديث التي مرت علينا قبل ذلك. قال رحمه الله: قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال: وأما الحديث فتقدم معظمها في البابين السابقين، ثم ذكر الحديث. الآية الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله هي قوله سبحانه وتعالى في سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا تكفل من الله سبحانه وتعالى برزق كل دابة من حيوان أو آدمي. ومن آمن بهذه الآية حق الإيمان لم ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى ولم يخش فوات رزقه، لأن الرزق مكتوب ومقدر، فكما أن الموت يطلبك فرزقك يطلبك، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فمن آمن بهذا حق الإيمان فإنه يعيش في هذه الحياة حياة مطمئنة. فعليك أن تؤمن حق الإيمان أن رزقك لن يتعداك، وما كتب لك سيأتيك ولا بد، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والآية الثانية: قال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. وهذا فيه مدح لهؤلاء الفقراء المتعففين الذين لا يسألون الناس، حتى أن الناس يحسبونهم بسبب عدم سؤالهم وتعرضهم للمسألة أنهم أغنياء من شدة تعففهم، ولكن الذي لا يعرفهم هو الجاهل بحالهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: يحسبهم الجاهل، ولم يقل يحسبهم جميع الناس، وإنما يحسبهم الجاهل بحالهم أنهم أغنياء من التعفف. ولذلك ذكر أهل العلم أن المتعففين أولى بالنفقة والصدقة من غيرهم، لأن غيرهم يسألون الناس فيعطون ويمنعون، أما المتعففون فإنهم لا يسألون ولا يعطون في الغالب، لأن أغلب الناس لا يعلمون عن حالهم، ولذلك كانهم أولى بالصدقة والنفقة من غيرهم. قال: والذين أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذا منهج رباني ذكره الله عز وجل من أجل أن نقتدي به وأن نفعل به وأن نفعله، وهو الاقتصاد في المعيشة. لا إسراف ولا تقتير، لا تسرف ولا تقتر على نفسك، وإنما يكون الإنسان وسطا بين ذلك. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فلم يبالغوا الحد في النفقة، وأيضا لم يضيقوا على أنفسهم وعلى من يعولونه، وإنما هم قوام بين ذلك، أي وسط بين ذلك. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
هذه الغاية من خلقنا جميعا. وسبب إرادة المصنف رحمه الله لهذه الآية والله أعلم من أجل أن لا تطمع النفوس في هذه الحياة الدنيا، فيعلم المرء الغاية التي خلق من أجلها، فلا يطمع إلى هذه الدنيا طمعا يلهيه عن الغاية التي خلق من أجلها، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. ما خلقك الله عز وجل من أجل أن تجمع الأموال وأن تحرث هذه الدنيا يمينا وشمالا شرقا وغربا، وإنما خلقك من أجل أن تعبده وأن تستعين بما في هذه الحياة الدنيا على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم الإنسان يعمل ويترزق ويعطي وينفق، ولكن لا تكون هذه الحياة الدنيا هي شغله الشاغل، وإنما يأخذ من الدنيا ما يكفيه ويكون زادا له في الدنيا وقربة إلى الله عز وجل في الآخرة. قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لأن الله عز وجل هو الغني سبحانه عن عباده، هو الرزاق ذو قوة متين، هو المعطي وهو المانع وهو القابض وهو الباسط، لا يحتاج إلى خلقه، وخلقه جميعا محتاجون إليه سبحانه وتعالى. قال: وأما الحديث فتقدم معظمها في البابين السابقين، ومما لم يتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، متفق عليه. ليس الغنى عن كثرة العرض يعني عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس، إذا اغتنت النفس فإنه لا يهمها جميع كنوز الدنيا. وأما النفس إذا لم تقنع فلو أنها ملكت الدنيا كلها فإنها تعيش في حياة فقر وكفاف، لأن النفس لم تقنع، ولكن إذا قنعت النفس رضت بالقليل، وإذا لم تقنع لم تكفيها جميع كنوز الدنيا. ولذلك على الإنسان أن يقنع نفسه ويعلم أن رزقه مكتوب له، فليس الغنى عن كثرة الأموال، وإنما الغنى الحقيقي هو غنى النفس. المال غنى ويسمى غنى، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في النفي هنا الغنى الحقيقي. قال: ليس الغنى عن كثرة العرض يعني كثرة المال، هو غنى في الحقيقة ويسمى غنى، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الغنى الحقيقي، وإنما الغنى الحقيقي هو رضا النفس وقناعة النفس. قال: ولكن الغنى غنى النفس. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما ترى وهو مسلم. وهذا الحديث أيضا مر علينا في الأبواب السابقة. قال: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني. حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه من المخضرمين والمعمرين، فقد عاش رضي الله عنه وأرضاه 20 سنة و100، عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، فهو من المعمرين المخضرمين رضي الله عنه وأرضاه. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه لا يرد أحدا سأله، ما رد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا سأله، إن كان عنده شيء أعطاه، وإن لم يكن عنده شيء اعتذر منه، كما أوصاه الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فإما أن يعطيه، وإما أن يقول له قولا ميسورا كريما. وهنا حكيم بن حزام يحكي ما حصل له مع النبي، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني مالا فأعطاني، ثم سألته يعني ثانية فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، 3 مرات سأله فأعطاه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا له، قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، إن هذا المال خضر حلو، يعني خضر بمعنى أنه يسر الناظر، وحلو أي أنه يسر الذائق. قال: إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. من أخذه بسخاوة نفس يعني أخذه من غير استشراف الله، وإنما جاءه المال، بورك له فيه، الله يبارك فيه، لأنه لم يتطلع إليه، وإنما المال هو الذي أتاه، الله يبارك له فيه. قال: من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه.
يعني من أخذ المال وهو يتطلع له لا يبارك الله له في هذا المال، فمن باب أولى من سأله، خاصة من سأله من دون حاجة وضرورة لا يبارك الله في هذا المال. فالمدار المدار على البركة، المدار في الأموال والرزق على أن يبارك الله في هذه الأرزاق وهذه الأموال، فقد تكون قليلة وتكون مباركة، تكفي الرجل وتكفي أهله ومن يعول، بل قد يتصدق منها. وقد يكون الرجل عنده الأموال كثيرة وهذه الأموال تنتهي قبل أن يأتي الشهر الذي بعده، فالمدار على البركة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينصح حكيم ابن حزام هذه النصيحة العظيمة، قال: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، كل ما طلبت تريد الزيادة ولا تشبع من هذا المال أبدا. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا يعني المنفقة خير من اليد السفلى الطالبة. وهذا فيه حث على الإنفاق ونهي عن الطلب إلا للحاجة والضرورة، ومع ذلك الإنسان كل ما استطاع أنه لا يطلب، وإنما يعمل ويكد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يحتطب حطبا ويبيع خير له من أن يسأل الناس يعطى أو يمنع. فقال حكيم رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. استفاد من هذه الموعظة وهذه النصيحة، قال: والله أو الذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا، يعني لا أنقص أحدا بعدك في ماله، يعني أطلبه، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، حتى أموت. فكان أبو بكر رضي الله عنه، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الخلافة جاءت إلى أبو بكر، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: يدعو حكيما ليعطيه العطاء من بيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين فيه حق للمهاجرين والأنصار والفقراء والمحتاجين، فكان أبو بكر يدعو حكيما من أجل أن يعطيه. قال: فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئا، لم يأخذ شيئا حتى من المال الذي له حق فيه، من أجل العهد الذي أخذه على نفسه أنه لا يأخذ من أحدا حتى يفارق الدنيا. قال: ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه، يعني دعا حكيما ليعطيه من المال، فأبى أن يقبله، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. الحديث متفق عليه. فعمر رضي الله عنه أشهد الناس أن حكيما لم يأخذ المال الذي له في هذا الفيء إبراء للذمة. فحكيم رضي الله عنه وأرضاه مات على العهد الذي كان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على صدق عهده وصدق إيمانه رضي الله عنه وأرضاه، وإلا أنه في حاجة إلى المال، وهذا المال من الفي له حق فيه، ولكنه لم يسأل أحدا حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.